كيحمقوا كنبغي نرسم دابا ما تسفلت فيهم هي نحيله. المهم اول حاجه خديت هما جوج بيصلات هادو كانوا عاجبيني صراحه. صباح الخير صباح النور فنان كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كامل بخير على خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا نهار جديد طاقه جديده اليوم ان شاء الله بغيت ندير معكم الصباحيه عاوتاني نشط معكم فوج معكم المهم طونكو هاد الايامات ما زعما ما كاينش حاجه سبيسيال كنحاول نشارك معكم دائما الجديد كنبغي نوصل لكم شي حاجه زوينه. شوفوا البنات بغيت نشكركم بزاف 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 على لي كومونتير ديالكم اللي خليتوا لي في اخر فيديو. شوفوا هكا كتعجبوني نحط لكم فيديو تفاعلوا معايا فيه عجبنا هذا الفيديو مشينا لهذا المحل. بغيت نشكر كاع البنات اللي مشاو عند مولات المملحات شكرا 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 على الثقه ديالكم البنات وشكرا للناس اللي كذلك شكروني على المحل ديال جمله سلام تما. شوفوا محل اللي رائع جدا 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 ما غاديش ندموا البنات الا مشيتي لهم. المحل راه قرابين بيناتهم واحد المحل يعني واحد المحل في الوسط وهذا كاين هنا وهذا كاين هنا. باقي كتسولوني على المحل ديالهم فين كاين بالضبط. شوفوا دابا كتوصلوا للكيشو ديال السلام غير كتفوتوا كتقطعوا الشنطه شويه كتفوتوا شويه غير كتفوتوا عينايا مول الجلابات اللي كنت كنشارك معكم كاين قدام واحد مول البيجامات حدا ما عندكم فين تلفوا راه رجعوا للفيديو البنات راه باين الوضع زعما النعت راه باين. اليوم ان شاء الله عاوتاني غنشارك معكم صباحي لقيتوني يلا فطرت درت لاغوتين ديالي وشققت هنا شعري بالزيت مزيان مزيان ديال بيت العسل. شوفوا تكب ليا عرفتي راه يلا جبت هاد القرعه هادي وتكبات ليا درت فيها غير شويه وتكبات ليا عرفتي بقات فيا اصلا كان قلت لكم فاش جبتو لقيت مازال ما دارتش لي باكاجين قلت لي والو عطيه ليا انا حيت شعري خصني الا غنغسل خصني ضروري نشققو بالزيت صافي وتهرسات وتكبات ماشي مشكل. المهم بدات لباس تنعاود نرجع ان شاء الله وناخذ عنده عاوتاني قرعه. ما تنساوش المسابقه اللي كاينه مازال البنات ما تنساوش راه قلت لكم ديجا ثلاثه رابحين ان شاء الله اللي غادي يكونوا. المهم كما قلت لكم غادي تكون 1000 درهم وغادي يكونوا جوج ناس اخرين غادي يربحوا الباك اللي وريتكم ديال املون في املون في العسل وفي دوك الاعشاب وداكشي. صراحه باك اللي واعر راندومون داك الباك في لا بروموسيون داير 250 درهم المهم اصلا هو داير شي 300 وشي حاجه ولكن في لا بروموسيون كيبقى لكم 250 درهم. فاللي بغى يشارك يمشي عنده ولكن قولوا ليه راه جينا من طرف غزاله باش يقيد لكم بلي راه زعما باش تشاركوا في مسابقه. وما تنساوش لاكارت فيديليتي اي واحد خدا شي حاجه ياخذ عنده لاكارت باش تبقاو تجمعوا النقاط وهكذا تبقاو تربحوا عنده لي كادو. اصلا هو دائما تلقى عنده داكشي زوين وكل مره تيعطيكم صراحه حاجه. المهم لقيتوني يلا نلبس دابا الطابليه ديالي غادي نمشي نطاكي واحد الكوزينه اللي تبارك الله ولات حالتها ما نعاودش لكم من فاش سافرنا ما بقيناش مازال سافرنا وجينا يعني صافي جاو الضيف بقينا من هنا من هنا لهنا صافي وبقات هكاك ماما اصلا الله يحسن لهم راكم عارفين يلاه كيطيب الغديوه وهذا صافي. المهم انا اليوم غادي نوض ان شاء الله نوضه 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 حيت الحيط صافي كلهم تلكلكو تقلقوا. المهم غنديروا الحبس لبعضياتنا نشارك معكم لي برودوي اللي كناخذ عند محمد بونضيف حيت بزاف منكم كتسولوني هذا ديالاش تقولي لي هذا ديالاش. اليوم ان شاء الله غنشرح لكم كاع لي برودوي اللي كنستعملو عجبوني واللي ما عجبونيش حتى هما غادي نشاركهم معكم. المهم هادشي اللي كاين ما تنساوش اللي عطيني في هذا الفيديو لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم. وما تنساوش الى ممكن تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم ومع الحباب ديالكم اللي بغيتو حتى هما يتعرفوا على القناه ديالي وتعرفوا على محلات جديده. ما تنبغيش نبقى ندير لكم كوبي كولي كل محل نبقى نعاود نصوره لكم اولا شي محل تصور نبقى نعاود نصوره لكم ما يعجبنيش هكذاك. كنبغي دائما نجيب لكم الجديد الجديد اختي الجديد عرفتكم ما مشات بحالي. المهم الله يعفو علينا من المشاقف الله يعفو علينا من الحوايج. المهم يلا ما طولتش عليكم غندير الكاسك ديالي عرفتي هاد الكاسك البنات صدق ليا واعر 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 عرفتي الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه هو دوك الضوء. دابا في الدار كيكون ناشط زعما ماشي مشكل الدنيا هانيه ياك
ولكن دابا الا بغيت نخرج لبرا كيفاش غنبقى ندير معايا؟ فواحد بغيت ندير لا مارش ما عرف الصراحه واش غادي نخليه ولا نبدلو. هو الصوت واعر فيه الشارجور تيبقى فيه مده زعما طويله كيبقى تقريبا حتى لساعتين وانا كنبقى كنصنط به. شفتو في هاد اللعيبات هنا دابا الا درتو ديك لاكارت ميموار زعما كيخدم بلا ضو هاد الضو ما كيبقاش يلعب هكا، ولكن انا كنت خدامي بالبلوتوث ديال التليفون كيبقى فيه هاد اللعيبات. المهم دخلت قريت عليه داكشي ولكن لقيت بلي هاد الضو ما تيتحيدش. مهم علينا مشي دابا نتكم معايا الكوزينه. هنا كيف ما كتشوفوا اول حاجه درت خديت كاع لي برودوي اللي غادي نخدم بهم كل حاجه وزعما علاش غادي نستعملها. صافي حطيت كلشي داكشي اللي غادي نخدم به ومن بعد بديت كنرش النافع على البوطه. قبل شوفوا لي البنات هذه كي صبحات عرفتوا كلشي تصدم اليوم في الدار. شوفوا كي ولات بوحدها راه اش نقول لكم دابا راه عامين وهاد البوطه كاينه عندي كنحكها كنطيبو عليها دائما الطواجن وكلشي عمر ما وقعت لها شي حاجه. ولكن هاد المره ما فهمتش هاد زعما هاد البلان اللي وقع لها داك داك شوفوا الكبير الريشو الكبير صراحه والله ما عرفتش واش بقاو خلاوه زعما شاعل في الليل ولا الله اعلم. ما عرفتش الصراحه باقي كنقلبوا زعما منين جا داك الشيء. المهم تنمشي ان شاء الله عند مصطفى مول قطع الغيار وغادي نمشي نشوف زعما ناخذ العبار ديال هادي نيت اللي كان عندنا ونبارطاجي معكم عاوتاني المحل حيت بزاف منكم كتسولوني عليه بازال شحال هادي ما مشيت عنده. غادي نعاود ان شاء الله نرجع عنده ونصور لكم ان شاء الله ونصور لكم كلشي. هنا كيف ما كتشوفوا كنستعمل هذاك البرودوي الخضر كنديرو على اي حاجه ديال البلاستيك كما بغات تكون بيا البلاستيك. انا حيت هذاك الحيط دايره ليه داك البابي ديال البلاستيك شتوني راه شرتوت معكم زعما فاش كنت درتو وصدق ليا زوين راه ما عمرني حيدت البنات من النهار درتو. فقط هذيك الجهه اللي حدا البوطه هي اللي كانت حرقات ليا وعاودتها زعما وصدق ليا زوين اللي شافو كيتحب واش زعما شي كابس ولا شي حاجه ولكن هو لا. انا كيف ما كتشوفوا كنرش كلشي كنخليه واحد جوج دقائق ثلاث دقائق وكنبدا نفرك هكا دغيا دغيا. درت هذيك الحلفه اللي حتى هي كناخذها نيت عند محمد بونضيف صراحه كاع لي برودوي اللي كاينين عنده كناخذهم بعيني مغمضين زعما كلهم تينفع والله العظيم. لا لي طورشون لا لي برودوي لا بزاف ديال الحوايج هذوك اللي غاكلي حتى هما كينفعوني ديال بصح. هنا اول حاجه كيف ما كتشوفوا نقيت ديك الجهات البوطه حيت راكم عارفين غادي نطيبوا الغدا خاصة ديك البلاصه هي اللي ولات تقاد. صافي هنا عاد زدت البطاطا هي حكيتها مزيان دوز عليها بديك داك البرودوي ديال السير داك الصفر رائع البنات هذاك ما فيه الصراحه حتى الريحه ما فيهش زعما مجهده ما كتقهر ما حتى شي حاجه ولكن تينقي عاد راه بلا كديروا لا جيكس لا حتى شي حاجه غير كترشوا واخا يكون كيف ما بغات تكون ديك الحرقه اللي كتكون فيها دغيا دغيا كتنقى. صافي هنا القريعه عاد زدتها هما غسلتهم كيف ما كتشوفوا هاد الشيء ديال الزيت راه دغيا دغيا كل ساعه خص بقيت مسحيه تنقيه. انا كيعجبني دائما ساليتي من حاجه نقيها رجعيها لبلاصتها. حنا في الدار الليز شي حاجه كيقضي بها كيخليها هكاك. المهم ما علينا حتى هادو ديال السكار وديال هادو باقي كتسولوني عليهم انا كنت خديتهم عند اولي اللي ما جات الصراحه صدقوا فنين البنات كتغسليهم كيرجعوا كيشقشقوا. انا كيف ما كتشوفوا غسلتهم حتى هما رجعتهم بلاصتهم. انا راه كما كتشوفوا انا كيعجبني الشقه نبداه من طرف اولا ما نوضش كاع نشقى يعني الا ما كنت حاسه براسي هي انا صراحه ما غاديش نوض. كيعجبني نبدا من واحد الجهه ونبقى غدا 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 حتى كنكمل وخصني نكون دايره الموسيقى ديالي ولا المهم اللي كان ونبقى نتمسخ وخدامه بشويه بشويه عليا وكنقي. خاصه دابا النهار ديال فاش كنبغي نقي دوك لي ماشين بحال دوك ديال العصير وهذا كيعجبني نكون ساليه وبقى بشويه نقي فيها ونزيد دوك الشيتات الصغيورين ونقيها 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 الا ما كانش زعما قاده نقي ما غاديش ما نكذبش عليكم خصني نكون بخاطري وراشقه ليا واش نتوما كيبقى لكم هذا البلان البنات ولا لا. المهم شوفوا لي هذا البرودوي الخطير 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 الله يرحمهم الوالدين اللي خرجوه ديال القلايه الهوائيه. كيف ما كتشوفوا غير كترشوا في البلاصه حكوا دغيا دغيا كتولي كتشعل. بالنسبه للاير فراي ديالي باقي كتسولوني عليها البنات هذه والله ما كاين هذا الشكل هذا ديال هيجر احسن ما كان في السوق صراحه. كاينه عندي انا وزاز ديك القناه سميتها زاز شانيل وباقيلا احنا الوحيدين في المغرب كامل اللي كاينين عندنا احنا الجوج صراحه واعره 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 وما كايناش نهائيا في السوق مع طاحت مع طيروها الناس عرفتي صراحه فنه 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 ما كت
تاكل لك لا زيت لا حتى شي حاجه، كطيب لك طياب واعر، كندير فيها الحوت كنطيب فيها الصراحه شحال من حاجه وكتصدق ليا واعره. راه ديجا شاركت معكم في رمضان كل شيء كان زعما كنطيبوا فيها والحمد لله رحمه الوالدين. انا كيف ما كتشوفوا حتى في الغسيل ديالها انا كان خويا كامله كتعجبني حتى ديك الزاجه وداك الشيء كل شيء نقي، عاد راه خليت فيها واحد اللمعان يا سلام. انا راه كنجرب واش خدام ولا لا. بالنسبه لهذه البنات كنت خديتها حيت كنتو كتسولي على الثمن ب 1250 درهم بالجمله، هادشي في الجمله كنت خديتها انا وخالتي وماما واختي سمحوا لي. وصراحه صدقت واعره واعره واعره. عند واحد السيده في كازا كانت كتبيع هادشي ولكن راه حاليا ما بقاتش عندها، راه من ديك المره صراحه ما بقاش، كانوا بقاو عندها ثلاثه وخديناهم حنايا. صافي انا دوزت بداك البرودوي حتى هو نقيتها ورجعت كل حاجه لبلاصتها. انا هادشي اللي كندير كنسالي من كل حاجه كنبغي نقيها نمسحها مزيان وندخلها لبلاصتها باش هكذا كتبقى لك ليسباس فين تخدمي. راكم عارفين انا عندي غير كوزينه صغيره بزاف وكنحاول هكذا نتولها ونقيها كيف ما دائما تنشارك معكم. بالنسبه لهادو ديال الله حتى هما كندير لهم هاد البرودوي الخطير، غتشوفوا لي على عينيكم ما غاديش نقطع على الفيديو، غتشوفوا قدام عينيكم غادي نرشوا هانتوما وغادي نحك غير بديك الشيطه هكذا غير اليدويه اولا ديروا غير حلفه اللي كان عندكم كتقدروا تستعملوا به. عرفتي واخا تكون مقلقه البنات موسخه ديال بصح كديروا هذاك البرودوي ودغيا دغيا دغيا كتنقى. شوفوا ديك الاخرى غادي نديرها قدامكم وتشوفوا، غنحك غير لتحت تشوفوا ليا هانتوما نوريكم دابا شو الفرق البنات. دغيا دغيا عرفتي كيحيد لكم داك الدهني دوك الدهون دوك الدهون كاملين دغيا دغيا بلا حكان بلا عاده بلا حتى شي حاجه. صافي انا هادو ضروري خصكم البنات تنشفوهم مزيان وتخليهم بعدا يتسقطرو ومن بعد تنشفوهم مزيان عاد ترجعوهم من بلاصتهم. بالنسبه للفوق لاو طاو كنستعمل نفس البرودوي اللي وريتكم دابا دقه بطل البنات هذاك راه تيرا الحب تيرا شوف راه تعلكات من الداخل بداك الطياب. راكم عارفين لاوط كيفاش كتكون في الى بطياتو عليها كيتعسل فوق من هذاك الشيء وما تيبغيش كاع يحيد واخا ديروا تيدو جافيل والله ما يحيد لكم. هذا البنات رشيشه وحده رشيشه خذوه معينكم مغمضين شوفوا دغيا دغيا مع كترشوا كيبان لكم داك الشيء كيهبط. شوفوها كنحك غير بشويه بشويه ودغيا دغيا كيتنقى كتمسحو غير بواحد الدرشو نقي وصافي كتكونوا تهنيتو من داك المشكل ديال دوك الدونيات اللي كيكونوا الفوق. صافي انا رجعت هادو ديال لاهو بلاصتهم وغادي ندوز باش نكمل معكم ان شاء الله. بالنسبه للسخان ديال الماء حتى هو البرودوي اللي كنستعمل ليه هذا ديال كاليون ناري البنات شحال واعر ناري ناري ناري. هذا كتكبو فيه شويه راه من نهار خديته وانا كنبارطاجي معكم هذا البرودوي. هذا بالنسبه للطريقه ديال الحلان ديالو كتوركوا على ديك الغلاقه نوريكم كيفاش كتوركوا عليها هكا عاد كدوروا هي راه عندها واحد السيستم في الشكل باش ما كيتحلش لكم. كديروا نقطه شوفوا ليا نقطه هو كيتاكسد بوحدو شتو كيتفاعل مع داك الكالكير وداك الشيء اصلا حتى راه ما بقاش فيه اللمعة هاد السخان الماء. شوفوا دابا كيفاش غادي نغسلو كيفاش غادي يولي عرفتوا راه كينقى هاد البرودوي خطير عرفتي راه ما يمكنش كنقول غادي نغسل البرودوي ولكن راه شوفوا دابا باش نبقى نحك الفراك وداكشي كنرش عليه صافي وكنبقى ندير حاجه اخرى دغيا دغيا كندوز عليه صافي وكيتنقى. هنا تشوفوا الزاج وغادي كيفاش غادي يولي وداك الداخل ديالو حتى هو عرفتي راه كيولي بحال الا جديد. انا اللي شفتو راه قلبه لتحت باش داك الفوق ما تعمرش ليا بالماء واخا تشوفوني كنغسلو هكذا في الروبيني رانا هذا شفتوه من نهار خديتو من نهار بدلت الكوزينه وهو اللي عندي الحمد لله تبارك الله ما شاء الله ما قوست عليه. المهم هذا صراحه راه واعر واعر هذا الصراحه كنت خديته في المكازان ديال الاكسيون اللي كاينه في فرنسا تماك راه متوفرين هذوك عندهم ورخاصين صراحه ما غاليينش. شوف واحد اللمعه كتولي فيه واعره واعره. انا كنصحى بداك البرودوي الكري ديال سير كيخلي اللمعه زوينه في الالومنيوم. صافي هنا دزت باش نكمل كاع داكشي اللي بقى ليا. هذا حتى هو مع هذا الكويس كان حدا كيكون هكذا قريب في الكوزينه اللي جا كيبقى يخشي فيه اللي جا كيبقى يخشي فيه حتى هو تريت كلشي اللي كاين فيه رجعت كل حاجه بلاصتها مسحتهم. راكم عارفين الغبابره واخا كتكون الدار مسدوده وهذا راه تدخل الغبره. صافي هنا بالنسبه للروبيني اللي باقي كتسولوني عليه هذا راه الحب هذا راه تي هذا الروبيني واعر ضروري البنات خاصكم تاخذوا هذا الروبيني خذوه وتفكروني واعر فيه 4 ديال الريوز. ها هو راه كنوريكم الكرتونه ديالو واي واحد كيف ما بغى يكون الروبيني عنده
ممكن انه يصلح ليه، حيت هو كيجي يعطوك هنا بزاف ديال الريوصه وانت كتختاري الراس اللي غادي يجي ليك مع الروبيني ديالك، فهمتوني البنات؟ الطريقه ديالو ساهله، الروبيني العادي كتحيدو غير ديك التحتانيه، ديك الجديده التحتانيه صافي، وكتركبو فيه هذا. ها هو راه وريتكم منين، ها انتما غير من هنا كتركبو غير هذا، كدور بالفلتاج عاديه صافي وكتخدمو به. فيه هنا اربعه، فيه هادو جوج لتحت والفوق، شوفوا ليا كاين هذا الشكل هذا ياك، كاين هذا الشكل هذا عادي، كاين هذا الشكل حتى هو، وكاين هذا اللي كيكون مجهد بحال فيه جوج سيوات هكذا مجهد. هذا الشكل اللي درت دابا راه مجهد بزاف، وكاين هذا حتى هو صراحه زوين. صافي انا من بعد ما ساليت دوز على داك الحيط حتى هو. بالنسبه لهذاك البابيه البنات، والله الا الرحمه سيدي ربي، حتى دابا راه كنفكر بغيت نحيدو بغيت نبدلو، وكنفكر كيفاش غادي نعاود نحيدو عاوتاني، حيت ديك المره عذبني فاش بغيت نحيد هذيك الجهه ديال البوطه، تبارك الله كيلصق مزيان مزيان. وهنا بالنسبه لليفيا البنات، ما لقاش ما احسن من هذا البردوي هذا، الا تقلق مزيان وتضبب ما بقاش زعما ديك اللمعه فيه. هادشي صراحه اللي كندير هذا البردوي هذا، كنكب عليه غير شويه هكذا على الجوانب، وكنفركو مباشره، يعني كاع ما كنتسنى عليه زعما بزاف ديال الوقت، دغيا كيتنقى. وكان حتى داك اللي كنت خديت من بيم، داك ميستر بي واقيلا، حتى هو واعر البنات، هذاك حتى هو ان شاء الله بغيتني تمشي لبيم شحال هادي ما مشيت ليه البنات. شوفوا طفات ديك العافيه ديال بيم اللي كانت في اكادير، كنا كيتحل شي محل كيمشي ولي صراحه ما عرفش، حيت عقلته في الفيديو اللي كنت حطيت لكم ديال سيلا بارك، كنت قلت لكم بلي المحلات اللي كيجيو عندنا لاكادير ماشي هما اللي كنطلقوا في كازا، مراكش، فاس، الرباط، كاين فرق كبير صراحه في لي زارتيكل اللي كيجيبوا لينا وفي البضاعه اللي كيجيبوا لينا. ما عرفش زعما تيحقروا اكادير، ولكن خاصنا الصراحه نديروا لهم شي مقاطعه تكون فعلا تركه. المهم انا من بعد ما ساليت نقيت داك اللي فيه مزيان، غادي نكب فيه شويه من هذا ديال كاليون. هذا البنات كينقي لكم القادوس، كيحيد لكم الريحه، كيسرح لكم القوادس قبط له. هذا اللي عندها هذا القادوس اللي تيكون بحال هكذا مبوشي، ديروا هذاك البنات، هو دقه دقه قبط له احسن من داك الماء القاطع. شوفوا لي البنات هاد لي طورشو كيحمقوا، هادو 9 دراهم البنات، كاينين عند محمد بونضيف، ضروري هادو الا مشيتو عندو خذوهم، هادو خذوهم بينكم غمضين. وعندي حتى الشيفون الكبير ديالهم خديتو ب 18 درهم اللي كنجف به الارضيه. شوفوا راه انا هذا راه عامر بالماء، ولكن ما كيشرب الماء مزيان البنات. دابا غادي نهضر لكم على هذا البرودوي هذا. شوفوا اللي عندها مشكل بالنمل، اللي عندها مشكل الحشرات، اللي عندها مشكل سرق الزيت، احسن برودوي جربت لحد الساعه هو هذا ديال زندك. شوفوا ديجا جربت البوماده كنت درتها لسرق الزيت، عقلت نهار كان جاي عندي سرق الزيت، نهار دار ليا افتتاح فاش يلا قضيت البلاكارات ديال الكوزينه وقلاو جا ليا مع النجار، عرفتوا البنات ما نعاودش لكم كي كانت عندي الكوزينه، راه بالليل لا ونهار البنات تجدبات الكوزينه. وشتوني راه فاش درت البوماده انتوما اللي كنتو شكرتوها لي ديال زندك، 3 ايام ما بقيتش نهائيا لحد الساعه، قسما بالله عمرني ما شفت سراق زيت في الكوزينه، قسما بالله ولا واحد ما تيدورش. كان عندي مشكل من بعد ديال النمل اللي ما شاء الله ما خليت ما درت ليه. شوفوا احسن حاجه جربت ليه واللي ما عمرني ما زال شفتو هو هذا، هاد الرشاشة هادي خطيرة يا البنات. أي حاجة كانت عندكم هنا، لا العقارب، النمل، الدبان، كلشي كلشي كلشي، هذا خطير، هذا دقة بطلة البنات، أقسم بالله هذا اللي بغات رحمة الوالدين من سرق الزيت ومن خاصة النمل، كنهضر على النمل، هذا البنات واعر، خذوه بعينكم مغمضين البنات. هذا راه غادي تلقاو عند محمد، راه لي برودوي كامل اللي وريتكم دابا راه كلشي كناخذوهم عند محمد البنات، كتاخذوهم اصليين، واصلا تيعطيكم حتى الحاجه بثمن ناقص صراحه، كيدير اثمنه جد مناسبه. راني ديجا بارطاجيته معكم كيف ما قلت لكم شحال من مره، ما غاديش تندموا نهائيا، شفتوا كاع لي برودوي راه جربتهم قدامكم. زعما انا اصلا ما تنشريش لي برودوي زعما باش نصورهم، ولكن لا داكشي كناخذو حيت تنبغي الاستعمالات ديالو، زعما نستعملهم فهكذا في الميناج، وصراحه كينفعوني. وهنا من بعد ما ساليت صراحه تنقات كوزينه، عرفتي ولات فيها واحد الريحه على مزيناتها. صافي مسحت البلاكارات حتى هما، راه ما بارطاجيتهمش معكم حيت غادي يجيكم الفيديو طويل، باقي غادي نديكم معايا ان شاء الله لعند دريمهم، غادي نتقدى عندها شي لعيبات، وغادي نمشي كذلك لساكا، وغادي نمشي نديكم معايا كذلك لعند شيكا بلوس. المهم الفيديو باقي طويل، غير خليكم حتى لاخر الفيديو، ما تفلتوا حتى شي لقيطه. هنا كيف ما كتشوفوا شتي الطريق باش نمشي عند دريم هوم، هنا غادي نوريكم بالضبط الطريق ديالها فين كاينه، اولا لوكاليزاسيون ديالها بالضبط. هنا البنات المسيره
راه طلع لي كطلعكم للداخله. هذا برج الحكمه معروف، هذه العماره هذه فيها الاطباء، راه انفص معها مباشره غادي تلقاو سوق النموذجي ديال المسيره. السوق النموذجي هو اللي كاين فيه الحوت، هو اللي فيه الورد، هو اللي فيه مارين الجوطيه. انا غادي ندخل من المدخل 4 اللي هو هذا، راه انفص بالضبط مع برج الحكمه. يعني الا درتو غير في اللوكاليزاسيون برج الحكمه راه غادي يخرج لكم مباشره، هو هذا الباب رقم 4. غادي ندخل دابا كيف ما كتشوفوا اللي هو هذا، نفس السيد اللي كان ناخذ عنده لي برودوي محمد بونضيف، هو هذا غيبان لكم المحل الاول، هو هذا، هذا هو محمد بونضيف المحل الاول. لا الثاني غادي تلقاو دريم هوم. انا كبيدات نبارطاجي معكم جديد عن دريم هوم، شحال هذه صراحه ما جيت. المهم لقيت عندها هاد زارتيكل زوينين نصورهم لكم. ها انتم جاب الديكوراج، كاينين حتى هاد لي فاز هادو، شوفوا فنين. وكاينين لي سابور، لي سابور جابتهم في الكبار والصغار. ها علاش جيت انا، شوفوا شوفوا ليا الجمال، فن فن. هادي راه كنت كنحمق على ناخذها، ودابا غير بنت لي في ستوري قلت لها والو خلي ليا ديالي. بالنسبه لهادي البنات راه الجوده ديالها واعره البنات. شوفوا ليا هادي بحال داك اللي كنت خديتها على تايه فيها معلقات، عندها مبخرات، عندها هادو صدقوا ليا فنين البنات. هادو انا كنت خديت الكبار ديالهم، كنت خديت هاد المقاس وهذا، واحد كنت خديته ب 90 وواحد كنت خديته ب 80. دابا راه كنظن نقصو ثاني في الثمن، هما راه جابت ثاني المقاسات الصغار الصغار كاع فيهم. وكاين عندي حتى هادي، حتى هي راه كنت خديتها عندها، هادي ما عقلتش 120 واقيلا، شي 120. هادي عندي الكاس ديالها اللي كيتحطوا فيه المعالق وداكشي، حتى هما كنت خديتهم عندها. ما عرفتش نشوف الا كان بالي، انا غادي نوريه لكم. هادو صدقوا ليا زوينين، حتى فوق الطبله البلاد كيبانوا بحال ديال الكريستال. هذا حتى هو كنت خديته عندها، وخلاص راكم عارفين هي دائما كتلقاو عندها هادشي ديال هاد المبخرات وهادو. شوفوا لي هادو، هاد لي سابورتا هما والله الا مهمين. هادو راه عندي بحالهم حتى هما، كنت خديتهم شحال هادو باقيين زعما عندي كيف ما خديتهم. ما كشفوا لي ما حتى شي حاجه البنات، وهي راه دايره لهم ثمن مناسب. شوفوا لي هاد لي كاجطا هما ناش هاكي حمقوا، فيهم ثلاثه المقاسات هادو، فيهم هذا وهذا وهذا. هانتوما شوفوا لي هذا العصير حتى هو شحال زوين كيو صراحه. هذا هذا فاش خيبوه صراحه، ولا درنا شي لون اخر. شوفوا لي هذا حتى هما كيمشيو بثلاثه، وكيف فيهم دوك لي ديدات ديالهم. كاينين حتى هادو، شوفوا شحال زوينين كاينين هادو ياك. وكاين هاد الشكل هذا، هذا تقدروا ديروا فيه العسل، تقدروا ديروا فيهم بحال سنيده، حتى هما كيجيو زوينين. هادو كيمشيو ثلاثه هادو ياك، ولا كيتباعوا بوحدهم ثلاثة ياكم؟ اه هادو تيمشيو فيهم ثلاثة البنات. وخلاص كاين هادشي الجديد، هاد الطبيصلات هادو هما اللي ولاو دابا طوندونس. كاينين الصغار، كاينين هادو تا هما. هادو الصراحة علاش جيت، ولكن ما لقيتش داك المقاس اللي بغيت، وخديت وحدين اخرين. المهم تنبارطاجيهم معاكم. كاينين هادو تا هما شوف، وكاين تا هاد الزيبور هذا كيجيو فيه ستة، شوفوا هذا راه زاج. كاين هاد الشكل تا هو، شوفو شحال زوين. وكاين هادو تا هما يلاه دخلتهم، كاين في هاد الموديل هذا، وكاين في هاد الدائري. شوفو كيفاش كيجيو. خلاص بالنسبة لهادو البنات راه دايرة فيهم واحدة بخمسون زوينة، غتبقى ليكم هاد الأسبوع كامل. كاين فيهم اللوينات هانتوما، ابتداء من فاش كيبداو هادو الأثمنة ديالهم، من 160 ابتداء، من 160 حتى 230. اغلى واحد 230 البنات، راه كنقول لكم بالورد ديالو ماشي زعما خاوي، بالورد ديالو كيبقى لكم 160. هاد المقاس بحال هكذا كيبقى لكم 160، وكم دائما هي كتلقاو عندها الجديد. جابت هاد الكبيره، هادي عندي بحال هاد الصغيره، الصغيره ديال هادي هي اللي عندي. شوفوا لي هادشي شحال كيحمق. المهم بالنسبه للاثمنه البنات راه نخلي لكم الانستغرام ديالها، راه حاطه فيه كل شيء، هادشي مع الاثمنه. دخلوا عندها الانستغرام، وراه يوميا كتحط فيه الجديد. عيد مبارك سعيد، شوفوا الجديد مبخره. اوكي عندها حتى هاد الضيافه، دائما هي الوحيده صراحه اللي كتدخلهم بثمن مناسب. هادو هادو دائما كنبارطاجي معكم، هادو وطرابش. طرابش بزاف كتسولوني عليهم، هما دخلتهم لكم في اللوينات. كاينين عندها حتى في البياض الا بغيتوهم، وكاينين في اللوينات. شوفوا اللون،
بالنسبه للناس اللي كيسولوا على التوصيل البنات، راه كدير توصيل لجميع المدن المغربيه، فين ما كنتو كتوصلكم الكوموند ديالكم حتى للدار. هنا كيف ما كتشوفوا عندها حتى البراد هما الصفرين والاخرين البيضين، عندها العطور العربيه، عندها انواع البخور، وعندها واحد الفخر اللي هو على البنات سميتو في اي بي، خاصكم ضروري تجربوا. البنات بالنسبه للناب ديال سيميليكوير تا هما راه جبت لكم اللوينات عام ثاني نوريكم، ورينا العطيفه الموديلات اللي كاينين فيهم. كاين الزواقات على حسب اللي بغيتو، حتى هما الزواقات بحال دابا هكذا، هاد الزواقات كلهم راه كاينين متوفرين عندها في كنهضر لكم على لينا، هادو دابا كاملين كاينين عندها، تقدروا تاخذوا معاهم هادو تا هما، ها هما كاينين الطوافر تا هما اللي كيشبهوا لهم، شفتوا الطبيلات تا هما، ها هما شوفوا ليا مثلا الزواقات، دابا الزواقه كتلقاو هذا راه كتلقاو عندها تا ليه، ها سميتو هادوك السريبتات، السريبتات تا هما كاينين كيتلقاوهم عندها، هادو فيها ميلونج بين الدوغي والفضي. هما السريبتات بحال دابا هادي كيجي معاها هذا، فهمتوني البنات، كتاخذوا يعني لاناب والديزاين اللي كاين فيه هو اللي كتاخذوا في السريبتات. بالنسبه للموديلات القدام تاهما كاين عندها، وعندها جدد على حسب زعما كل واحد شنو تيبغي، وعندها كاين السامبل اللي ما كيكونش فيهم والو، هادو لا كاين عندكم مزوقين، يعني كاين هاد هادو مزوقين شفتوا. وبالنسبه لهادو راه فيهم الاشكال، راه كاين حتى داك اللي كنت خديت انا عندها، راه كاين عندها الموديلات ديالو، وها هو بحال ديالي الخضر، شوفوا فنين هادو كيجي معاه هكذا السريبتات ديالو، ها هو بحال ديال الباب الخضر، هذا اللي واخده انا صراحه صبن ورد، راه بارطاجيته معكم شحال من مره. هادو حتى هما كيتوسخوا دغيا، هذا زوين التوب ديالهم دغيا كيتنقى. وكاينين هادو ها هو اللون الاحمر ديالو، حتى هذا الصراحه في الاول هو اللي كنت بغيت ناخذ، من بعد صافي عجبني هذا وخديت هذا اللون، صراحه هادو كيجيو زوينين في التفريشه ديال الطبيله، وحتى في حتى قدمت الطبيله كيبانوا زوينين. البنات هادو راه نورمالمون عقلتو، راه كنت قلت لكم 380، دابا راه دايره لهم واحد بروموسيون زوينه، غيبقاو لكم 350 درهم السرابت ديالهم، يعني بغيتو هذا ولا الخضر ولا هاد الدوغي هذا، شفتوا تختاروا نتوما اللون اللي بغيتو. هاد الدوغي راه كيتمشى لكم مع كلشي، راه حتى بالنسبه للخضر والاحمر حتى هو كديروه مع كلشي، الا كان مثلا الفراش ديالكم لونه فاتح ممكن انكم ديروا هاد الالوان جوج، وراه فيهم حتى الكحل البنات اللي بغا، راه كاين كان حتى الكحل حيت كنت سولتوني عليه، تا هو راه متوفر فيه صراحه، راه عندها انا جوج في الـ في لينا، شوفوا ما شاء الله هانتوما. وكاين حتى هادو ديال، شوفوا هادو ديال البلاطويات، ها هما الشكيلات ديالهم، وعندها مربعين وعندها هاد المستطيلين، شوفوا هادو كلهم ديال سيميليكوير. شوفوا البنات هادو كتمسحهم غير بتيتو جافيل وكيتنقاو، ها هانتوما هاد الدائري تا هو، شوفوا هادو تا هو كيدير صراحة زوينين هادو، هادو تاج داير تشد فيهم اتاي دغيا كيتنقاو. وهنا من بعد ما ساليت من دريهم خليت داكشي اللي بغيت، ان شاء الله في اخر فيديو غادي نصور لك ونشارك معكم المشتريات ديالي. جيت هنا لساكا حيت اليوم بحكم الجمعه كيكونوا دايرين دي بروموسيون زوينين، شوفوا دريمهم غادي تخرجوا من عندها وغتبقاو غادي نيشان حتى توصلوا لساكا، يا اما تجيو في الطاكسي ب 6 درهم يا اما تكملوا برجل، راه قريب شي شويه. هنا كيف ما كتشوفوا دخلت باش نشوف واش كاين شي جديد، صراحه ما لقيتش شي جديد نيت نيت، لقيت السلعه يلاه جابوها ويلا تيحطوا فيها. دابا غدا عاد غادي، دابا نتوما فاش غتشوفوا الفيديو اليوم، يعني نتوما غتشوفوه السبت، انا صورتو لكم الجمعه، نتوما السبت فاش غتشوفوا غتكون السلعه تحطات جديده، يعني غتلقاو تاني كاين ما احسن من هادشي دابا اللي صورت لكم انا. عجبوني هادو ديال 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 الحوطه، فنين هادو خلوني بالعقل، ولكن المشكله هادو تا يكشفوا، حيت انا دوك الدوغي الاخرين دوك دوك بحال البانينوات الصغيرين اللي كنت خديت كشفوا لي البنات، الصغيره هي اللي بقات، اما الاخرين صراحه خسروا لي وبقاو فيا، والله الا كنت خديتهم صراحه غاليين، حيت زعما كنت باش نبقى نصور داكشي نحط فيهم، ولكن المهم هادشي اللي كاين الدوغي ما تاخذوهمش البنات، خذوهم في الفضي ماشي مشكل. هادو الصراحه كون كانوا زوينين غديروا فيهم نيت هكذا الحوت مقلي ولا دوك اللي فخوي دماغ حتى هما كيجيو زوينين. شوفوا لي هادو حتى هما 80، هادو 45، هادو 35، كاين هادو 25، وين هادو، هادو معرفش 69 درهم، هادو هادو ديري لهم 79، وكاين عاوتاني هاد الشكل تا هو جابو جديد، شوفو لي هادو تا هما بالجديد لدخلو، كيجي هكا بزاف ديالو كيتسد،
هاد الفوقاش فيه شي جديد. ماشي شي جديد كتير زعما السلعة. شوف هاد السبيكات تاعهم زوينين، هادو دير فيهم خضيرة ولا كاينين في الألوان، هما الألوان ديالهم، ولكن الثمن ما بانش لي محطوط هنايا. فيهم أحجام ولكن هانتوما كاتبين هنا 99، 4 جنيه، هو ما عرفتش هما كاملين هكا. كلهم شوفوا الثمن ديال هادو 99، فيهم 4 طبقات. كاين هادو هما بحال ديالي، هي في النوار، كاينه في الكري وكاينه في الابيض. هادو بالسندروم عرفتهم هادو البنات، هما هادو بحال ديالي، دايره فيهم القرعه ديال المنظمات ديال البرودوي. وكاينين هادو مربين، هادو تقدروا ديرهم في الحمامات في الدوش، كيجيو زوينين هادو تاهما. ولا حتى الناس اللي تخدموا بحال هكذا، بحال هادشي ديال بحال الصالونات وهضر، حتى هما كيستعملوهم كيجيو زوينين. هنا في غير بلاستيك. قولوا لي البنات واش نتوما كتضلوا تشرو في البلاستيك في لي بواط البلاستيك وما كتلقاوهم؟ ربي قولوا لي واش بصح عندكم ما تقاشر. قولي لي البنات شنو الحاجات اللي كتبقاو تضلوا تشرو فيهم ولكن فاش كتبقاو تقلبوا عليهم اولا تجبدوهم ما كتلقاوهمش؟ واش نتوما عندكم هذا المشكل هذا ولا غير ما عرفتش ولا غير انا كنضل نشري ماما في الطاسات، وفاش نبغي نهز شي طاسه ولا هكا ما كتلقايش نهائيا شي طاسه. عندكم في التقاشر بحال الماكله كتبقى تسرطهم. هادو ديال نصور لكم، هادو تقدروا تبغوهم شوفوا، ندير بحال الزاج، بحال فيهم زعما الزاج. هادو 59، هما البلون ديالهم كبارين، هادو فيهم لاباي. هادو تاهما 59، هادو 18، هادو غير ديال بليكسي كلاس، هادو غير كيتهرسو البنات. زوينين شي انيفرسير ولا شي حاجة بحال هكا ديرو فيهم لي جو. شوفو كاينين هادو تاهما تلقاهم 6 دراهم، وكاينين هادو ترونسبارون تاهما زوينين. وقيلا هذا زعما شي مناسبة بحال هكا ديرهم. شوفوا لي هادو 59، تبارك الله. هادو شوفوا ديال لي بيسكوي 20 درهم، كاينين هادو 13 درهم، هادو هما في ديال لي فخوي في الأشكال عشتو 18 درهم. كاينين هادو تا هما كتجي القرعة ديالهم هنا وفيها حتى لانش بوكس الداخل ديال بلاستيك. كاينين هادو ديال بوب كورن، شوفو هادو ديال السيليكون بوب كورن، وقيلا هادو 15 درهم، إلا كانو هادو 15 راه زوينة. كلهم خضرين هما هادو البنات، هادو كطيبو فيها ليك البوب كورن. هانتوما بالنسبة للمجورة هما كاينين هادو تاهما ديال الوليدات والبنيات زوينين، تقدرو ديرو فيهم كتوبة، تقدرو ديرو فيهم حويجات. شوفو هادو 630، هادا 780، فيه 1، 2، 3، 4 و 2 الفوق. كاين هادا البنات هاهو 780، كاين هادا 630 ديال الوليدات. خديت من هادو، كيعجبوني هادو، كتاخذهم ني حتى اختي كتبغيهم لبنتها. زدت لها على وديت لها لانش بوكس حيت ما تيكونوش هازين زعما بزاف ديال لي سباس، صافي كديرها حتى كتبقى تسالي لها وكدير لها وحده اخرى. المهم انا خديت انا ديالو ديال اختي. شوفوا لي هادو تاهما زوينين، هادو 16 درهم، شوف كبارين البنات. شوفوا هادو شحال زوينين، شوفوا راه كبارين هادو بالسلسله ديالهم. هادو كتقدر دير فيهم الحوايج، تغسلهم زعما في الماكينه. شوفوا
كاين هادو ديال الملابس الداخلية تا هما فيهم الاشكال، المقاس ديالهم قداش شوف، وفيهم لوينات. كاين هاد الموديل عاوتاني هنا حبيباتي. من بعد ما ساليت مساكا دخلت مباشره لشيكا بلس، راه كاينه اون فاس معاها دابا، راه ولات زعما حداها ساكانيت بالضبط. غير كتقطعوا الشانتي كيبان لكم الماكازان ديالهم، عندهم مملحات، عندهم حلويات، عندهم تبارك الله اختيارات لي كثيره. الا عطيتي عندكم شي واحد مثلا الضياف جاي لكم الكاسكروت ولا شي حاجه، عطيو جوج 70 درهم غتشرو شحال من حاجه هنايا، غتعمروا الطبله بمال الضو وطاب. وصراحه داكشي زوين، تاشنيك ديالهم زوين كيعجبني. اما سيدي البغرير كيحمق لي البغرير ديالهم، الحرشه حتى هي الفنه ديالهم. بالنسبه للحرشه والمسمن تيخلي لكم فين تسخنوا، يعني كيديروا غير نص طيبه حتى كتمشي للدار وكتسخنيهم، يعني باش ما كيبقاوش لكم معجنين. بالنسبه للبنات اللي كيقول لك راه معجنين، هما تيخليو لكم شويه فاش كتسخنيهم باش ما يقصحوش لك. وخلاص راه عندهم البنات حتى الصابلي والحلوه ديال اللوز الا بغيتوها. المهم كبيده غنوريكم دابا شنو خديت من عندهم هم هو الاول. المهم بعدا صاكا خديت هادو اللي قلت لكم، صراحه ما لقيتش شي جديد اصلا خديت فيهم. المهم كناخذ فيهم بزاف ديالي وديال بنت اختي ياك. تشيكا راه وريتكم داكشي اللي خديت. المهم خديت هادشي اللي بغيت انايا صراحه، كيعجبني هاد البغرير ديالهم زوين خفيف. وخديت حرشه تاعهم ندوز دابا باش نوريكم ان شاء الله شنو خديت من عند دريمهم. شوفوا جابت اواني كيحمقوا، راه بارطاجيت معكم دابا الفيديو. ما عرفتش هاد اللقطه غتشوفوها في الاول ولا في الاخر ديال الفيديو. المهم اول حاجه خديت هما جوج بيصلات، هادو كانوا عاجبيني صراحه. وهادو راهم كاينين في مقاسات هذيك اصلا اللي كانت مكوموندي هو الاول. هادي راه بارطاجيتها معكم عندها، هادي واحد النحله كديرو فيها الأسئلة. وما شوفي شنو هادي كيدايره هانتوما، هي نحيلة صراحة جباتني هادي وخديتها عندها ياك. وخديت عندها ها التبصله، شوفو شوفوا لي الطبيصات كيحمقوا هادو واعرين واعرين 20 درهم من واحد هادو دابا. المهم انا خديت فيهم 8 ان شاء الله، عطاني واحد الشهور عاود نكمل فيهم. انا كيعجبوني دائما هادشي ناخذ فيا اما 12 اما 10. المهم ان شاء الله كما قلت لكم يا اما نكمل فيهم 10 يا اما 12، حيت واحد السيده مسكينه خدات النص وانا خديت النص، انا خديت 8 وهي خدات 8. واخر حاجه خديت عند دريمهم هما هادو، شوفوا لي هادو كيحمقوا كم غنرسو دابا ما تسفلت فيهم. هادي شوفوا باش كتعجبني لطيفه، كتقوم بالي لكم داكشي مزيان مزيان يعني باش تفتح الطريق باش يترس لكم شي ولا شي حاجه. كنحيوا فرح لهادشي. شوفوا الكوزينه كاينه حدايا وكاس الماء في الجبال اللي موس باش نفتح كيجي القن الرقاقه. شوفوا لي الجامعه الاختصاصيه، يعني كنقول ما باقاش غنشري المشقف ولكن راه عطيني كنشري كاش فيه هادشي قلبك كيضعف. وما شوف هاد الجبن الزيت العسل زوين لي فني تقارينا البنات هادو، شوف كيجو كاملين هنا بالدوغي. هادو البنات راه عندها تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الاشكال فيهم. وهاد الشكل هذا اللي خديت انا هذا راه زعما الا كنتو بغيتو راه غادي تدخلو عاوتاني حيت ما بقاش عندها فيهم بزاف. المهم كيف ما قلت لكم راه دايره واحد البروموسيون زوينه البنات اللي بغا يتقدا عندها زعما هكذا الذكرى المولد اللي بغا يقاد ولا ديالو يسولها، راه عندها لي ناب عندها كلشي، راه صورت لكم الفيديو. المهم هادشي اللي كاين، غندوز دابا نكمل داكشي اللي باقي ليا ونكمل لكم ان شاء الله الفيديو. اش قالت لها؟ ايوا نديروها فختي في العيد ناكلوها نصورها بنصور فيديو. واه كبيدات يلا لقيتوني دخلت دابا من عند شيكا بلس. خديت مشيت جبت البوتي، جبت هادو، جبت الحريشات تا هما. المهم جبت جوج من حاجه
والمغرب ديالنا هو اللي كيحمق هذا صراحه خفيفه البنات. المهم هذا انا ضروري هذا وقت ما مشيت خصني ضروري ناخذو. المهم ديجا بارطاجيت معكم في الفيديو في يوتيوب. ما لقيتش عندهم بزاف ديال الحوايج حيت صراحه تعطلت، ولكن المهم خديت هذا الشيء اللي كاين دابا. ندوز دابا البنات باش نبارطاجي معكم شنو خديت مع دريمهم. اول حاجه خديت هما هاد الطبيصلات، شوفوا لي البنات كيحمقوا، شوفوا واعرين تبارك الله تقالين وبلان جيل ما شاء الله ما شاء الله. المهم هادو البنات راه الثمن ديالهم 20 درهم عندها في الشكيلات. هادو البنات لقيت واحد السيده خدات النص وانا خديت النص، هي خدات 8 وانا 8، عرفتي مع شفتهم حماقيت عليهم قلت ضروري ناخذهم. خديت كذلك 6 من هادو، صراحه كنت غناخذ 7 ونسيت. لطيفه الا كتشوفيني هنا خلي لي عفاك وحده راه نسيت. المهم ها نتوما شوفوا لي الجمال كي داير، شوف واعرين واعرين هادو. المهم كما قلت لكم انا خديت فيهم 6، هادو بغيتهم العسل السمان ان شاء الله نحطو فيهم الحطيطه هكذا ديال ذكرى المواليد. اول حاجه اللي داتني اصلا عند دريمهم هي هادو، شوفوا لي واحد النحوله، هادي واحد العساله كدير فيها هنا العسل شفتو، وفيها المعلقه ديالها كتجي بحال هكذا، شوفوا شحال فنه البنات كتحط فوق الطبيله. المهم تنرجع البلاصه. واخر حاجه خديت عند دريمهم هما هاد الطبيصلات، شوفوا لي ها نتوما البنات شوفوا لي كيفاش كيجيو، صراحه واعرين هادو شتو كيحمقوا صراحه. حبيت واحد اش نقول لكم، واحد الزليفات لقيتهم عندها عجبوني في القياس، باقي دابا كيقولي راسي واش نمشي نجيبهم ولا لا، والله الا عجبوني في القياس. كنت اصلا بغيتهم ندير فيهم الزيت وداك الشيء، ولكن يقدر غادي نمشي ناخذهم على وجهت هذا نديرهم فوق هادو نيت، والله الا غيجوني زوين ان شاء الله الا يسر الله غادي نمشي نجيبهم الى كتاب. شوفوا ليا هاد الطبيصات كيفاش كيجيو. بالنسبه لهادو البنات راه فيهم مقاسات، كاين هاد المقاس هذا كاين واقيلا ما كبر منه، وكاينين متوسطين عليه الصغيورين، وكاين حتى بحال هادو كاين في اشكال اخرى. انا بارطاجيت معكم غير داكشي اللي خديت عندها دابا، ولكن شوفوا راه غنصور غادي نحط لكم ان شاء الله فيديو في يوتيوب، يقدر نحط لكم ان شاء الله اليوم ولا غدا غتشوفوا داكشي كيحمق. وراه اصلا كدير اثمنه جد مناسبه للناس، والحمد لله بسعاده جميع دريمهم الحمد لله. من نهار شاركت معكم كل شيء صراحه كيحمق عليها، لا هي ولا لي زارتيكل اللي كتجيب لطيفه كنبوسكم لينا. شكرا، يلا نخليكم دابا نمشي نكمل شغيلاتي ندير الكوتي ديالنا وهانتوما معنا.